شايفين بقى القمر ده؟ قمر بجد، حته طقم صفر ماليزي، كل حاجه فيه اتنشارات، 115 قطعه. اللون الكحلي مع الذهب يجنن، كل ما بيخلص بنحاول نجيبه تاني، بس الطقم ده بقى اخر طقم عندنا في المخزن في التصفيات. نازل لونه في التصفيات يا جماعه، 115 قطعه، بونشاينه، خفيف جدا، كل حاجه فيه اتنشارات. ومعانا كمان حله الشوربه، ومعانا البراد القمر اللي احنا شايفينه ده، شايفين الجمال. معانا 12 فنجان قهوه، 12 فنجان شاي باطباقهم، ومعانا هنا الختم قدامنا اهو، ميد ان ماليزي، تمام. ومعانا طبعا السرافيس وبولات الشوربه والملاحات، كل حاجه بتكون جوه الطقم. انا عايزه اوريكم بس الخامه بتاعته، ان الختم بتاعنا ظاهر اهو في الاضاءه، وايدي باينه كمان اهو من ظهر الطقم. الطبق معناه انه خفيف جدا، بنشينه، شايفين الجمال بتاعه، بسم الله ما شاء الله، حلو فوق الوصف. منزلينه بسعر حلو جدا مع التصفيات لصاحب المصنع.